السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لاباس نتوما كنشوفوا الحلقه ديال عندنا اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه طبقات اللي غادي نطيبوها غير في المقله فوق البوطه، ما نحتاجو لا الفران لا حتى حاجه. ان شاء الله هما قادي حتى هما بساطين واقتصاديين. غادي نحتاجو عندنا هنايا ربع كاس ديال سنيده، ربع كاس زيت نباتيه، ربع كاس حليب ما دافي ما والو، ونص كاس ديال الفورس. عندي هنا فانيا، بيضه وحده، نص معلقه ديال الخميره الحلويات، وقريصه ديال الملحه. هادو هما المقادير. نبداو ان شاء الله، غادي نبداو نخدموا البيض ديالنا عادي كيف الكيك العادي. البيض مع سنيده، بيضه مع ربع كاس سنيده، مع ساشي ديال الفاني، وغادي نديرو قريصه ديال الملحه. غادي نخدمو هاد العناصر مزيان. من بعد غادي نضيف ربع كاس ديال الزيت، غادي نخدمو حتى هو، غادي نخلطو مع المقادير الاولى. من بعد غادي نضيف الحليب، ربع كاس حتى هو، ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الفورس. الا كان الفورس عندكم ما كيشربش، تقدروا تستعملوا حتى كاس لاروب، ونص معلقه ديال الخميره. غادي نغربلوهم ضروري، ما نغربلو الدقيق. صافي، وغادي نخلطوه مع باقي المكونات. بعد ما وجد لينا الخليط ديالنا في القوام ديالو تيكون بحال هكا، كتكون العجينة خفيفة، غادي ناخذ واحد المقلة مقيله عاديه، واخا بالضروره ما تكونش طيفه، المهم غير تكون ثقيله شويه. غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت، وغادي ندهنوها. من بعد كنكون وجدنا واحد الورق ديال الزبده، وقطعناه على شكل دائري بحال هذا الشكل هذا. صافي، وكنلصقوه في المقيله ديالنا. الناس غادي نشعلوا المقله ديالنا، وغادي نديروا النار مهيله بزاف، وغادي نفرغوا فيها الخليط ان شاء الله. وهنايا البنات، فاش كنفرغ الخليط في المقله، فغادي نغطيها بشي انيه بشي غطاء، وبعد ما كتغطيوها كتخليوها كطيب. راه البنات ما كتاخذش اكثر من 10 دقائق. قبل ما تكمل كاع 10 دقائق طلع عليها وشوفيها واش طابت. انا يا تقريبا ديك 8 دقائق 9 دقائق طابت ليا، كانت واجده. هنايا البنات خديت كريم بودر لاموس، يمكن لكم تستعملوا اي كريمه بغيتو. طلعتها مع كاس ديال العنبه ماء بارد، خدمتها حتى طلعت واستعملتها في الكيك ديالي. Thank you.
المطر تلينا الكيك ديالنا ودرنا الموس وتأكدنا بأنها طابت. فدابا غادي نسقيوها وهي مازال سخونة، غادي نسقيوها بواحد ربع كاس ديال الحليب. بعد ما سقينا الكيك ديالنا فدابا غادي نبداو نديرو ليه الكريمة من الفوق. هنايا البنات كناخذ واحد طريف ديال الشكلاط في كميه قليله، ما كناش 100 غرام، كندوبها مع واحد ربع كاس ديال الحليب، كنديرهم في حمام مريم حتى كيذوبوا. ومن بعد كناخذ الكيك ديالي بعد ما ديك الكريمه بردات شويه شدات راسها، كنفرغوا من فوقها وتكون هذه هي اخر طبقه، ومن بعد التزيين تبقى حسب الرغبه. وهذه هي الكيكه ديالنا وجدات، زينتها بهذه الطريقه. التزيين تبقى على حسب الرغبه ديالكم، فهي مقاديرها بسيطه وحتى طريقه استوجادها بسيطه بالنسبه للناس ما تيكونش عندهم الفران. ان شاء الله تكون هذه الكيكه ديال اليوم نالت اعجابكم ولا عجبتكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو مع اهلكم واحبابكم، واشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى حلقه مقبله ان شاء الله.